كل عام وأنتم بخير مشاهدينا الأعزاء بمناسبة الذكرى 9 لثورة فبراير المجيدة. إذن احتفالات شعبية واسعة عمت عددا من المحافظات ابتهاجا بالذكرى 9 لثورة 11 من فبراير السلمية، من تعز إلى شبوة إلى مأرب إلى الجوف إلى غيرها. تعالوا نأخذ لمحة سريعة لبعض مشاهد تلك الاحتفالات في هذا الفيديو. كانت ثورة 11 فبراير ثورة ونقطة تحول في تاريخ الثورات اليمنية. ستظل ثورة فبراير هي وهج الثورات جميعها، وستظل هي بوابة اليمن المشرق. نحن مستمرين في ثورتنا حتى تحقيق كافة أهدافها الستة. ثورة 11 فبراير لها غاية، وثورة 11 فبراير هي عملي، وثورة فبراير هي عمل كل أبناء الشعب اليمني. ثورة فبراير نعتز فيها ونفتخر في ثورة فبراير للدفاع عن الوطن، ولكن قام الميليشيات في الانقلاب عن الثورة، ونحن هنا مستمرين في المتارس، مستمرين في ثورة فبراير ضد الميليشيات الانقلابية وضد من ينقلب عن الوطن والدولة. ستظل ثورة 11 من فبراير حية وحاضرة في وجدان كل يمني حر ثائر ضد النظام الاستبدادي مهما كان شكله، سواء النظام السابق أو الإماميين الجدد. إذا مشاهدينا الأعزاء، كانت هذه مجموعة من المقتطفات المتعلقة بالاحتفالات التي عمت هذا الأسبوع عدد من المحافظات. لكن لماذا كل هذه الاحتفالات والبهجة؟ هل يحتفل أحد بذكرى نكبة كانت السبب في الدمار الذي وصلنا إليه والضياع الذي أصبحنا عليه والذي لم نكن لنشهده لولا هذه الثورة؟ هكذا يقول المنتقدون وأنصار صالح. يرد شباب الثورة بأن اليمن لم تكن في مصاف البلدان المتقدمة حين قامت ثورة فبراير، بل كانت دولة يعشعش فيها ثالوث الفقر والمرض والجهل والفساد أيضا، وكانت دولة فاشلة وشبه منهارة في المؤشرات العالمية، ودولة لا يمكن أن تعيش دون المساعدات الدولية. وأما الحرب والدمار الذي نعيشه اليوم فهو بسبب انقلاب الحوثيين وصالح على الدولة بقوة السلاح، بعد أن قاد ثورة فبراير الجميع إلى مؤتمر الحوار الوطني لمعالجة مشاكل الماضي والحاضر ووضع رؤية مستقبلية ليمن جديد يتسع للجميع. بالنسبة لكم مشاهدينا الأعزاء، اثرونا بآرائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع، وأخبرونا من وجهة نظركم كيف مضت هذه 9 سنوات من عمر الثورة. يمكنكم المشاركة في هذه الحلقة عبر الأرقام التي ستظهر تباعا على الشاشة. هذه الأثناء متابعينا الأعزاء، يمكنكم متابعة بثنا الحي على موقعنا على الفيسبوك وكتابة التعليقات فيما يخص موضوع الحلقة، وسنستعرضها معنا في حلقة اليوم. ويبدو أن بعض التعليقات فعلا بدأ أصحابها يكتبونها على بثنا الحي هناك، لكن قبل أن نعود إليها دعونا نستعرض بعض المشاركات التي وردت على تطبيق الواتساب عندما وضعنا تساؤلا حول موضوع حلقة اليوم، ولنبدأ من جابر الهمداني.
ما الذي يقول جابر؟ يقول جابر: ثورة مستمرة على الدوام لتنتزع جذور الفساد والوصايا التي حلت على البلاد في الداخل والخارج. وتقييمي لثورة فبراير أنها ثورة مصححة لما قبلها من الثورات السابقة التي لم نجني كامل ثمارها حتى أتى فبراير ليصحح لنا ما بدأه آباؤنا. 11 فبراير حلم ومستقبل الأجيال على مر الزمن، وسنردد: لن ترى الدنيا على أرض وصية. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى. تعليقات أخرى أيضا ومشاركات من القيصر الصنوي، يقول: الثورة العظيمة ثورة 11 من فبراير الشبابية السلمية أظهرت الشعب اليمني بصفحة مشرقة ومستواه الراقي والأخلاقي والاجتماعي بسلمية ثورته التي شهد لها العالم. ستظل في نفوسنا شعلة مضيئة، صحيح قد تخفت بفعل عائق مصطنع أو عوائق مصطنعة، ولكن وهجها ما زال في قلوب الشباب الأحرار التواقين لروح الحرية والكرامة والعيش الكريم في هذا الوطن الغالي. ويقول: ثورتنا مستمرة وكل فبراير والأحرار بخير. أيضا هناك مشاركة أخرى من جمال الزمزم، يقول: فبراير عظيم، جمع اليمن نحو نضال واحد وقلب واحد وبطريقة سلمية جسدت وعي وطموح الشباب بل الشعب بأكمله. أما من يحاولون أن ينتقموا منها دارت الدائرة عليهم وأصبحوا ماض بغيض. فعلي عبد الله صالح الآن ماض بغيض لم يذكره الناس، وهو حكم 33 سنة، بينما الحمدي حكم 3 أعوام ولا زال الناس يذكرونه بالخير وكأنه حكم عهود. لن يبقى سوى الموقف الذي يخلدك في ضمير شعبك وما عملته. هكذا يقارن جمال بين فترتي حكم الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي وبين فترة حكم الرئيس الراحل أيضا علي عبد الله صالح. أبو محمد يافع لبعوس يقول: ثورة 11 من فبراير المباركة هي ثورة سلمية شبابية أيقظت جيلا من الاستبداد والفساد، ولولا المؤامرة التي حاكتها الدول التي دعمت الثورات المضادة لكانت حققت نجاحا كبيرا. لكن الحرية والعدل لا يأتيان ببساطة، فبالصبر والتضحية يتحقق النصر. فمرحبا بفبراير الغالي، والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى، والحرية للمعتقلين. أما رؤى البيضاني فتقول: ثورة 11 من فبراير لم تثمر طوال 9 سنوات، مع أن أصحاب هذه الثورة قدموا أرواحهم شهداء وزجوا في السجون، وما زال أهليهم للآن يذرفون الدموع. ولكن للأسف الذين أسسوا وقادوا الثورة كان كل همهم الإطاحة بعلي عبد الله صالح لعداوة شخصية بينهم وليس لأجل الوطن. عكس الشباب، هم من ثاروا لأجل الوطن. ذهب علي صالح وما زالت أذنابه تحرق البلاد والعباد. إذن وقبل أن نتوجه إلى الاتصالات في حلقة اليوم، نستكمل أيضا هذه المشاركات ومع أبو أسامة الدبا، حيث يقول: عن أي ثورة وأي نثرة تتحدثون؟ ثورة أرجعت عجلة التاريخ إلى الوراء عشرات السنين، ثورة لم يستفد منها إلا أصحاب القروش والكروش، وأخيرا بني هاشم، وكله على حساب الشعب المسكين الجاهل العاطفي اللي من ما دق له رقص. اليمن والعرب والمسلمين بأشد الحاجة إلى ثورة تنير العقول، ثورة علم وتعليم وكفى. هكذا ينتقد أبو أسامة مناصري ثورة فبراير ومن يحتفلون بها وبالثورة بشكل عام. محمد أحمد هو الآخر يتحدث عن رأيه بثورة 11 فبراير، يقول: والله ما جاء منها غير الهم والغم، قد كانت الأمور سابرة عندما كان يحكمنا علي عبد الله صالح والأسعار كانت في متناول الجميع، والآن قد الأسعار دبل الدبل، لذلك فهي فاشلة. محمد أحمد إذن هذا رأيه في ثورة فبراير عن الثورة. إذن مشاهدينا الأعزاء، دعونا نشرك أيضا معنا عبر الهاتف لنتحدث عن هذا الموضوع الصحفي والناشط السياسي كمال السلامي. مرحبا فيك سيد كمال. مرحبا، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك أخي كمال. بالتأكيد استمعت إلى بعض المشاركات التي كنت أقرأها قبل قليل عن آراء المشاركين بها بثورة 11 من فبراير. ما رأيك بمن يقول بأن ثورة فبراير تصحيحية لثورات سابقة؟ بداية لابد من الإشارة أخي الكريم إلى مسألة مهمة، وهي أن وضع اليمن قبل
11 فبراير قبل ثورة الشباب التي كانت في 2011 لم تكن اليمن يعني وضعها كان سيء جدا، وكان كما وصفها الشيخ عبد الله الأحمر بأنها تسير نحو نفق مظلم. الشباب صنعوا ما لم يصنعه من قبلهم، فتحوا ثغرة في الجدار لدخول النور، وكان ما كان من تطور، وحصل أن النظام السابق اهتز كما يعرف الجميع. الذي حدث أن الثورة كعادة كل الثورات يحصل ثورات مضادة، وكان هناك معروف أنه الجزء كبير من النظام السابق تحول في لحظة انتهاز لينخرط ضمن الثورة، ما أدى إلى فرملة المسار الثوري. أيضا طغيان الصوت السياسي على صوت الثورة وعلى مادة الثورة ساهم أيضا في عدم تحقيق كامل أهداف الثورة. لكن هذا لا يعني أن الثورة فشلت، ولا يعني أن الثوار يعني أن خروجهم كان عبثا. نحن نعرف جيدا أن النتائج التي نعيشها اليوم كانت ستحصل حتى لو لم يكن هناك ثورة. يعني تقول أن هناك مجموعة من العوائق واجهت هذه الثورة، من ضمنها كما قلت الثورة المضادة، وأيضا أن الخطاب السياسي ربما أعاق أن تحقق هذه الثورة أهدافها خلال الفترة الماضية. إذن أنت تتفق مع من يقول فعلا بأن هناك أحزاب سياسية ركبت الموجة ووجهت خطاب الثوري في الساحة؟ لا بد من الإشارة إلى مسألة مهمة. نعم. لا أريد لا يعني ربما من المبالغة القول بأن هنا بالحديث عن أن هناك قوى سياسية ركبت الموجة، لأنه بصراحة علي عبد الله صالح، نظام علي عبد الله صالح أغلق الأفق السياسي أمام الجميع، لم يكن أمام جميع القوى الوطنية إلا أن يلتحقوا برتبة التغيير، ونحن نعرف أن موجة التغيير وصلت تهزت علي عبد الله صالح شخصيا ونظامه. يعني ترى بأن مشاركة الأحزاب السياسية في الثورة كانت مهمة من أجل إنجاحها؟ كانت مهمة جدا، لكن المسألة المهمة أن هذه القوى السياسية لم تكن على قدر المسؤولية الثورية، لم تحمل أمانة الثورة بحقها، لم تستطع أن تواكب الهبة الثورية، بل جذبت الثوار إلى ساحة المراوغة السياسية، ما أدى إلى تحول إلى أن تحولت الثورة من 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 من, من إلى تحول الزخم الثوري إلى مسألة إلى ميدان السياسة، وهذه هي المشكلة الأساسية. يعني هل تريد أن تقول بأنها سيست الثورة وتعاملت معها بذات الأدوات التي كانت تتعامل بها مع علي عبد الله صالح، ولذلك ربما لم تتقدم الثورة إلى الأمام كما كان يتوقع البعض؟ بالضبط سيد الكريم، ما حدث أن القوى السياسية أهملت الزخم الثوري ولجأت إلى الأوراق السياسية، ما أدى إلى إضعاف الثورة وطرح مطالب الثورة، طرحها على طاولة المساومات والمفاوضات، وهذا بالتأكيد المفاوضات دائما تكون يعني كل طرف يحاول أن يخرج يعني بمكاسب، وبالتالي النظام السابق خرج بمكاسب واستطاع أن يحصل على حيز أيضا في نظام ما بعد الثورة، وإن كان طرف تعطيل لكنه نجح، وما يحدث اليوم هو نتيجة. طيب، وقد تحدثت عن النظام السابق أخي كمال، ما رأيك بمن يقارن بين عهد الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي الذي قال بأنه خلد ذكراه في أذهان الشعب بأنه حكم كأنها عهود وما زال الشعب يعني يمتدحه حتى الآن، وبين فترة حكم علي عبد الله صالح الذي حكم 3 عقود و لم يخلد ذكراه في أذهان الشعب كحاكم استطاع تقديم الكثير لبلده؟ والله باعتقادي طبعا أن المقارنة بين فترة حكم الحمدي وبين فترة حكم علي عبد الله صالح ربما هي بلا شك أنها من ناحية المنجزات ومن ناحية الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي هناك فرق ملموس، لكن ربما لا نستطيع أن نحكم على فترة الحمدي لأنها كانت فترة قصيرة، وأيضا كانت هناك الخطط التي وضعها لم تأتي أكلها، يعني ما عايشنا فترة نضوجها وأثمارها. ما حدث أن الحمدي جاء في فترة كان اليمنيون يبحثون عن حالة استقرار بعد الحروب التي شهدتها الحروب الأهلية التي استمرت لعام 1970 وما لحقها من عدم استقرار وانهيار اقتصادي في عهد الرئيس الراحل أيضا عبد الرحمن الإرياني. نعم. جاء الحمدي في لحظة الناس جميعا يريدون حالة استقرار وهدنة نفسية، هدنة عسكرية، هدنة سياسية، فهذه ساهمت يعني كان هناك استعداد شعبي
واستعداد اجتماعي ايضا لقبول اي نموذج يفرض فكره. يعني الظروف في تلك الفتره كانت مختلفه عن الظروف التي واكبت فتره حكم علي عبد الله صالح. شكرا جزيلا لك الصحفي والناشط السياسي كمال السلامي. مشاهدينا الاعزاء دعوني استعرض بعض التعليقات ايضا التي كتبها اصحابها على بثنا الحي على الفيسبوك. هناك الجابري الجابري يقول تشو الصدق في هذا اليوم بالذات، المفروض نضرب انفسنا بالشباشب، كل واحد حر بما يريد ان يعمله. هنا أيضا الجنوب عشق لا ينتهي يقول نكبة فبراير، هو الآخر يقول كذلك. هناك بعض التعليقات سأقرأها لاحقا، لكن إلى ذلك الوقت دعوني أيضا أستعرض بعض المشاركات التي كنا نتحدث عنها قبل قليل على الواتساب. حضرموت يقول أو هكذا اسمه أو اسم صاحبه، من قال إن فبراير ثورة فهو محق، ومن قال إنها نكبة فهو كذلك محق، فهي ثورة الأحرار ونكبة العبيد. فبراير ليس حزبا، فبراير ليست طائفة، فبراير ليست قيادة سياسية فاشلة. دعونا نلقي اللوم على من يستحقه من أحزاب وجماعات وقيادات سياسية فاشلة ونخب متخاذلة. أما فبراير فهو حلم بريء وطموح لبلد جميل، فبراير أمل لمستقبل أفضل. إذن هذه وجهات النظر حول من لديه رأي في مسألة ثورة فبراير. الآن أعزائي المشاهدين نستمع إلى إحدى المشاركات الصوتية التي وردت على الواتساب ومع ذكر الحدث. طيبة ثابت وفرعها في السماء، ستؤتي أكلها ولو بعد حين. لم تأتي ثورة الحادي عشر من فبراير من فراغ، وإنما جاءت نتيجة ظلم وقهر وفقر واستئثار بالسلطة لعشرات السنين. ولست نادمة على ما حصل لنا من انتكاسات لأحلامنا الوردية بوطن للجميع آمن ومستقر بسبب الثورة المضادة. ولو عاد الزمان إلى ذلك العهد لخرجت مرة ثانية وثالثة وألف، ولو نفترش الحصى ونأكل الثراء، لأني متيقنة أن الثورات تنتكس ولا تموت، ولأني مؤمنة أننا كنا على الحق. وبعد 9 سنوات لا زلت أرى نور فبراير يشعشع في الفضاء رغم ضبابية نثرة 21 سبتمبر المشؤومة. وكل ما ندفعه الآن من فاتورة باهظة هو ثمن لحريتنا التي ستأتي رغم أنف الإماميين الجدد الذين يظنون أنهم قد طمسوا هويتنا ومحوا تاريخنا، لكننا كالقيامة حتما ذات يوم قادمون، ولن يمروا دون عقاب ولن يستمروا في طغيانهم. إذن كانت هذه مشاركة ذكرى وربما مشاركتها تتعلق بالجواب على سؤال يقول إن كنت أو عاد بك الزمان وإلى الوراء هل كنت ستشارك في ثورة 11 من فبراير؟ هي تقول الآن سأشارك أيضا ولست نادمة على مشاركتي في هذه الثورة، وإذا أتيحت فرصة أخرى أيضا لأنها تستحق سأشارك. نسمع أيضا إلى تسجيل آخر من سارة من البيضاء. أنا أشوف أن ثورة 11 فبراير لا زالت حاضرة وبقوة كمان، لكن للأسف هناك من يحمل ثورة 11 فبراير مسؤولية ما يحدث. إحنا بنرجع نذكرهم أن ثورة 11 فبراير كانت ولا زالت أهدافها سامية وسلمية كمان، مبنية على وطن يتسع للجميع. ما يحدث يعود لطموح إمامي يرغب بالعودة إلى أرض الواقع بدعم إقليمي. عشان كده نرجع نذكر هؤلاء وبنقول لهم أن ثورة 11 فبراير أرقى وأشرف وأنقى من أن نحملها مسؤولية ما يحدث. بالأخير فبراير مجيد، تحية لكل الشرفاء، كمان الرحمة للشهداء 11 فبراير والحرية للمعتقلين، تحية طيبة لكم. إذن مشاهدينا كانت هذه مجموعة من المشاركات التي وردت على تطبيق الواتساب حول آرائها بثورة 11 من فبراير. مشاهدينا الأعزاء سيكون ضيفنا عبر الأقمار الصناعية من تعز شاعر الثورة فؤاد الحميري. مرحبا فيك سيد فؤاد. حياكم الله، مرحبا، أهلا وسهلا فيك أخي فؤاد. أتمنى أن تبقى معنا، سنذهب في فاصل قصير وبعدها سنعود لنتحدث عن بعض المواضيع المتصلة بثورة 11 من فبراير. مشاهدينا الأعزاء فاصل قصير ونعود، ابقوا معنا.
أهلا بكم من جديد في هذه الحلقة التي نتحدث فيها عن ذكرى ثورة فبراير، وإن كانت قد حققت أهدافها طوال 9 سنوات 8 سنوات الماضية أم لا. كنا قد وضعنا استبيانا على صفحتنا على الفيسبوك لنعرف آراء متابعينا حول موضوع حلقة اليوم، وقلنا في هذا الاستبيان وسألنا هل حققت ثورة 11 من فبراير هدفها في إحداث التغيير وانتقال السلطة؟ النسبة الكبيرة من المصوتين قالت لا، وكانت بنسبة 83%، أما النسبة الأقل فكانت نعم. أعود مجددا إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية شاعر الثورة فؤاد الحميري، مرحبا فيك مجددا أخي فؤاد، هل تابعت هذه النسبة التي أوردناها قبل قليل؟ النسبة الأكبر تقول بأن ثورة 11 من فبراير لم تحقق هدفها. أولا أهنئ الشعب اليمني عموما بذكرى فبراير المجيد، هذه الثورة المباركة التي هي امتداد طبيعي لثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر، والتي جاءت لتتمم ما لم يتم ولتكمل ما لم يستكمل، جاءت لتنهي الإمامة بعد أن سقط الإمام فقط في 26 سبتمبر، ولتنهي الاستعمار بعد أن ذهب المستعمر فقط في 14 أكتوبر، وبالتالي هي ثورة مجيدة أخت شرعية لهاتين الثورتين الكريمتين العظيمتين. أما بالنسبة للنسبة فلعل السؤال كان حديا، وبالتالي كانت النتيجة بهذا الشكل. الحديث عن الثورة ينبغي أن يبنى على تعريف الثورة أصلا، فنحن لا نتحدث عن حركة تصحيحية ولا نتحدث عن انقلاب عسكري، نحن نتحدث عن ثورة. هذه الثورة تأخذ مداها وتتسع باتساع هذا الوطن، وتنتشر بانتشار هذا الشعب، وتأخذ أمدها ثورة قامت ليس فقط لتعالج إشكاليات 33 سنة من استبداد النظام السابق، لا، بل جاءت كما قلت لك، جاءت لتستكمل ثورتي 26 سبتمبر و 14 أكتوبر. إذا كنا نعتقد حتى هذه اللحظة أن 26 سبتمبر لم تستكمل و 14 أكتوبر لم يستكمل، فكيف نعتقد أن 11 فبراير استكملت؟ لكن هناك من يقول اسمع، فبراير نعم. هي الاستكمال الطبيعي لهاتين الثورتين. أخي فؤاد، هناك من يقول بأن ثورة فبراير هي التي جلبت الإمامة من جديد الممثل بالحوثيين، وهي من جلبت الاستعمار الخارجي كما يقولون التدخلات الخارجية، فعن أي ثورة تتحدث اليوم أنها أسقطت كل ذلك؟ لا شك أن من ينظر إلى اللحظة وبعين اللحظة وليس له نظر فيما قبل وليس له إدراك لطبيعة الصراع القائم حاليا، ربما يقع في هذا الفخ فيقول مثل هذا الكلام وهو غير مدرك لطبيعة الأشياء. كلنا يعلم، أو من يعي وضع البلد سابقا واليوم، يعرف تماما أن هذا المشروع الذي نقاومه اليوم لم يكن وليد 21 من سبتمبر 2014، وإنما هو نتاج طبيعي لعمل طويل المدى بدأ منذ سقوط الإمامة في 26 سبتمبر، وأخذ يعني وقته، واستطاع أن يتخلل في الأنظمة السابقة التي كانت تحكم البلاد، واستطاع أن يصل إلى سدة الحكم ويمسك بمفاصل البلد في كل زواياه وفي كل ميادينه وفي كل صعوده، سواء المدنية أو العسكرية. وما حدث في 2014 إنما هو انكشاف الموجود وليس ابتداء المفقود، وبالتالي لولا ثورة 11 من فبراير لما كان اليوم هناك مقاومة لهذا المشروع، بمعنى أن ما حدث في 2014 كان جاريا بالفعل ويتم بالفعل وكان يمضي بهدوء والناس غير مدركين لذلك. جاءت ثورة 11 فبراير فشكلت خطرا حقيقيا على وصول هذا المشروع لنهايته لتتويج أعماله، وبالتالي خرج فجا واضحا عنيفا كما رأيناه، لأنه عرف أن الخطوة الوحيدة التي ستنهي كل أفعاله وكل خططه يعني هي
11 فبراير ثورة 11 فبراير نعم هي من نعم. كشفت هذا الغطاء الذي كان يجري تحته الكثير من الأمور خلال السنوات الماضية. لكن فيما يتعلق بالحوثيين اليوم وانقلابهم على الدولة، هناك من يقول أن ثورة 11 من فبراير وشبابها كانوا هم أول من جلب الحوثيين إلى الساحات ومكنهم من هذه السيطرة التي نعيشها اليوم. الشباب الثورة لم ينشئوا الشباب المؤمن في صعدة، شباب الثورة لم يمولوا الحركة الحوثية طيلة فتراتها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه. شباب الثورة لم يخرجوا السلاح من مخزن واحد للحركة الحوثية في صعدة وللجيش الذي يقاتلهم ليقتل بعضهم بعضا ولينهي القيادة العسكرية الوطنية ليتم لهم أمر التوريث بعد ذلك. شباب الثورة لم يسلحوا أحدا من هؤلاء، وبالتالي مثل هذا الكلام هو عبارة عن تغطية مفضوحة للمجرم الحقيقي، المجرم الذي أنشأ وربى وسلح ودعم وأدخلهم الساحات أيضا ليشق الصف الثوري، وكلنا يعرف ذلك، خاصة من كانوا في الساحات كانوا يعرفون ما هو الدور المشبوه الذي كان يقوم به الحوثيون. لكن أين الإشكال؟ من أين يأتي المشكل في فهم هذا المعنى؟ يأتي المشكل من عدم إدراك أنها ثورة. ثورة فبراير وساحات الثورة وميادين التغيير ليست أحزابا سياسية لديها شروط انتماء وتحدد من يدخل ومن يخرج، هذه ثورة شعب لها حد واضح، عنوان واضح، إسقاط هذا النظام الفاسد الذي أشعل حروب صعدة وأشعل حروب القبائل فيما بينها البين وأشعل حروب لا متناهية وكاد أن ينهي البلد، ووصلت البلد قبيل ثورة 11 فبراير إلى أن يقول المسؤولون الأمميون أنها أشبه بشخص سقط من شاهق ولم يرتطم بعد. إذن لكن بعد هذه الثورة ثورة بالتالي فتحت هناك للجميع، فلما دخل الحوثيون نعم لم يدخلوا بأسلحتهم. أخي فؤاد اسمح لي، هناك أيضا من يقول الحوثيون نعم من يقول بأنه نعم على الأقل كانت هناك دولة وكان هناك جيش وكان هناك أمن وكان هناك نوع من النظام وشبه الدولة التي موجودة اليوم. لكن ثورة 11 من فبراير جاءت ودمرت كل ذلك، وأصبحنا نعيش حروبا ودمارا لم تكن لتكون موجودة لولا هذه الثورة. ودعني أقتبس لك تغريدة لعمار محمد صالح، انظر ماذا قال. قال 11 من فبراير نكبة ومؤامرة مؤدلجة لتفكيك وطن موحد وانتهاك حرمة سيادته الوطنية وإذلال شعب شامخ مستقر سياسيا واقتصاديا وأمنيا. نكبة فككت لحمة النسيج الاجتماعي، نكبة كسرت ميزان النظام والقانون، نكبة أصابت الاقتصاد الوطني في مقتل، نكبة أنهت عصر الديمقراطية والجمهورية وإعادة الإمامة. كيف ترد عليه؟ هناك جزئية يقولها عمار وهو صادق فيها، أنها نكبة. نعم هي نكبة عليه ونكبة على عمه ونكبة على أسرته التي تملكت البلد وتملكت الجيش وتملكت الأمن وتملكت النفط وتملكت الغاز وتملكت الشعب وأرادت أن تورثه وكأنه قطيع. نعم هي نكبة على هؤلاء، من حقه أن يقول ذلك لأنها نكبة حقيقية بالنسبة لهم. لماذا؟ عندما يتحدث عن الوحدة ويتحدث عن الصف ويتحدث عن الدولة، لأنه يختزل الدولة في أسرته، ولأنه يختزل الوحدة في سلالته، ولأنه يختزل الأمة في 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 نسله. هؤلاء هم. ولذلك لاحظ معي ما حدث في 2 ديسمبر. ما الذي حدث في 2 ديسمبر؟ هل هي انتفاضة ويقظة؟ ما حدث في 2 ديسمبر كان مطلوب أن يحدث في 2014، لماذا تأخرت إلى 2 ديسمبر ما تسمى بانتفاضة ديسمبر؟ لأن الأمور وصلت إلى البيت. حين وصل الحوثيون إلى بيت صالح هناك قالوا الجمهورية في خطر، وكأن بيت صالح هي الجمهورية، الشعب في سينتهي وكأن سلالة صالح هي الشعب، الوحدة انتهت وكأن أسرة صالح ووحدة البلد في قبضتهم هي الوحدة. هذا نعم ما قاله عمار هنا صادق فيه، هي نكبة عليهم كأسرة استثمرت
في يعني أرادت أن تمتلك هذا البلد وهذا الشعب وأن تورثه قطيع. طيب. يعني صاغرا عن صاغر فجاءت 11 فبراير لتقول لهم كفى. هذا فيما يتعلق بجزئية رأي المناهضين لثورة 11 من فبراير والمناصرين لعائلة علي عبدالله صالح وحزب المؤتمر. ماذا بالنسبة لشباب الثورة الذين يقولون أنه كانت آمالنا كبيرة بأن تتحقق، كانت لدينا أهداف وكان لدينا الكثير من الطموحات بأنه خلال السنوات القادمة سيتم تحقيقها وسنرى بلدا مختلفا نعيش فيه، وإذا بنا اليوم نرى بلدا مدمرا انهارت فيه أحلامنا وطموحاتنا وأصبحنا فقط نبحث عن الهجرة من هذا البلد. ما هي رسالتك لمثل هؤلاء الشباب؟ أقول لشباب فبراير الصادق المقاوم الذي كان ثائرا في ساحات 2011 وهو اليوم مقاوما في منذ 2014 لهذا المشروع، أقول لهم يا إخوتي ويا أخواتي يا شباب الثورة، هناك خطأ وقعنا فيه. هذا الخطأ هو اعتبارنا لفبراير بأنه أب لنا. نحن بقينا لفترة، وأنا ممن كان يعطي حتى أشعار في ذلك ويقول أننا أبناء فبراير، ولذلك أخطأنا حين قلنا ذلك. نحن لسنا أبناء فبراير، لا أنا ولا أنتم يا شباب الثورة من أبناء فبراير، نحن آباء فبراير. ما الفرق بين أن نكون أبناء فبراير وأن نكون آباء فبراير؟ أن نكون أبناء فبراير معناها أن نطلب من فبراير أن يرعانا، وأن نطلب منه أن يحمينا، وأن نطلب منه أن يوفر حقوقنا، لأنه أب ونحن الأبناء. لكن الحقيقة غير ذلك. فبراير نحن من صنعناه وليس هو من صنعنا، نحن من أنتجناه وليس هو من أنتجنا، هو ابننا ولسنا نحن أبناؤه. وبالتالي فبراير العظيم الذي هو حلم هذه الأمة ولا يزال حتى تتحقق أهدافه بإذن الله تعالى، فبراير هو ابننا الذي بلغ اليوم السن التاسعة. ابن في سن التاسعة، ما الذي تنتظر منه أن يفعل؟ لا بد أن ترعاه ولا بد أن تحميه حتى يشب ويصلب عوده ويقوى ليصل إلى أن يرعاك وإلى أن يحميك وإلى أن يوفر لك حقوقك. حلم الأمة في فبراير، لكن هذا الحلم يحتاج إلى من يرعاه ومن يحميه، ولن يكون هناك أصدق في ذلك من طيب. شباب الثورة أنفسهم. أخي فؤاد، أتمنى أن تعطينا بيتاً من قصائدك التي قلت فيها عن فبراير ونختتم فيها هذه المقابلة إن تكرم. الحقيقة لا أقف كثيراً أمام الأشعار، ولكنني أعتقد أن أعظم القصائد وأفضل الأبيات التي قيلت في فبراير هي تلك التي سطرت بدماء الشهداء في ساحات وميادين الحرية في 2011، وهم يواجهون رصاص هؤلاء المتباكون اليوم، رصاص هؤلاء المتباكين اليوم، وهم يواجهونها بصدور عارية لئلا تسقط الدولة. هذه أعظم قصيدة، وتلك وأعظم قصيدة هي تلك التي تخط اليوم بدماء شباب الثورة أيضا، هم شباب فبراير لكن ليسوا في الساحات وإنما في الجبهات يقاومون المشروع السلالي التوسعي الذي يريد تدمير هذا البلد وتدمير هذه الأمة، ولن يستطيع وهيهات. هذه أجمل القصائد وأروع الأبيات، وإن كان لي أن أقول شيئا فيها فإنما أضرب لها التحية، وأسأل الله عز وجل أن ينصر هذه الدماء، وسينصرها بإذنه تعالى. إذن أنا أشكرك جزيل شكر الناشط الشبابي في ثورة فبراير فؤاد الحميري على انضمامك معنا للحديث عن هذا الموضوع. إلى اللقاء. مشاهدينا الكرام، سمعتم إلى هذه المقابلة التي أجريناها مع أحد شباب الثورة وناشطيها حول ثورة فبراير وبعض الآراء التي تتحدث عنها. تعالوا مجددا لنستعرض بعض المنشورات التي جاءت على الفيسبوك وتحدثت عن ذات الموضوع. هنا جلال الدين الفايزي يقول: فبراير مضمون عاشنا وعشناه، ولم يكن شعارا فقط لكن الذكرى والرمزية مهمة. فبراير عظيم والآمال الضخمة ترافقنا كل يوم رغم ما ترافقه من منغصات، لكن هذا دليل عظمته، فالكبير يلاقي وجعا كبيرا وأملا كبيرا أيضا. سلام لتلك الأيام العظيمة.
وأيضا هناك بعض المشاركات الأخرى من إبراهيم علي الخزان الذي علق على صفحات البرنامج وقال: نعم نقولها بكل فخر واعتزاز، ثورة 11 فبراير ثورة عز وفخر وشرف اختارها الشعب اليمني بإرادته الوطنية، فهي ما زالت مستمرة إلى الآن. وبما أن الحاقدين قد رسموا لها منعطفا آخر وتأمروا عليها ليذهبوا بها إلى المجهول، فقد انتقل أصحابها من الخيام إلى الخنادق حتى استكمال أهدافها المنشودة، فستظل ثورة فبراير إحدى أهم محطات النضال والتحول في تاريخ اليمن المعاصر. هذا أيضا رأي إبراهيم. ماذا إذا عن رأي طارق الأثور؟ يقول: أحلام الشعوب ليس جريمة، أشواقها للحرية والعدالة والتنمية ليست خطيئة، توقها للنهوض ليست زلة. لماذا تعايرون من خرج في 11 فبراير بأنه لم يحقق آماله وطموحاته؟ هل كان عيب اليمني أنه خرج يطالب بعيش رغيد ومطالبته بالقضاء على الفقر جنوحا عن النظام؟ لم يخرج الشعب ليطالب بالمستحيل بل ب10% من وعود عفاش، ثم يأتي أتبعه لينشروا صورة شباب فبراير يريدون رغيف خبز أكبر كرمز أنهم يريدون أن يأكلوا، وكان ذلك كان جريمة كبرى وخيانة عظمى وبحثا عن ما لا يمكن تحقيقه. وهنا سمية المقتري تقول: إنك تسوي ثورة وانت عارف بكمية الجهل اللي بالشعب هذا وعارف ماضيه وحاضره وكمية الجهل اللي فيه، ومع ذلك تقوم بثورة، فمعناها أنك ترمي نفسك للهلاك بيدك، وهذا اللي حصل معنا بالتفصيل. مع أنني كنت من المؤيدين لثورة 11 فبراير، لكنني ندمت وأيقنت تماما أنها كانت الثورة الصح في المكان الغلط، ولقد الشعب واعي ومثقف وعنده مبدأ ورأي، مش من جاء قال له يلا يقوم يلحق وقتها فكروا تعملوا ثورة. إذن هذا أيضا رأي سمية المقطري بثورة 11 فبراير ومن خرجوا فيها. غالب لمن زميل غالب هو أيضا يقول: فبراير شجاعة الموقف والمراجعة، هكذا عنون مشاركته ومنشورة. بدلا من تبادل الاتهامات وتخوين، تعالوا ليراجع كل طرف سياسي مسيرته خلال الفترة الماضية بما في ذلك ثورة فبراير التي مثلت حالة متقدمة فوق حسابات النخبة والأحزاب. والاعتراف بالخطأ في حق الوطن والآخر الذي هو أخ وشريك وجودي لا يمكن الاستغناء عنه، وهذا برأيي أول خطوة مطلوبة لاستعادة الدولة والخروج من دائرة الصراع. فلنكن على قدر من المسؤولية والشجاعة بدلا من الهروب إلى المناكفات وتبادل الاتهامات، هكذا علمنا فبراير. محمد دبوان المياح يقول: هذا عيدنا الكبير ولن نكف عن الاحتفاء به، لن نسمح لمأزوم أن يشكك في حلمنا، هذا حلمنا نحن ولا شأن لكم به. لم نصل بعد لكننا لن نعود أيضا، تعثرنا ارتبكنا أدميت أحلامنا جرحت أقدامنا، لكن روح الثورة لم يتوقف، الزمن دورات وهذا الواقع المر ليس نهاية التاريخ. الآن من بين أبرز المشاركات أيضا والمنشورات على الفيسبوك ولاقت رواجا كبيرا وتفاعلا واسعا هو منشور الزميل محمد الربع الذي أرفق منشوره بصورة عن القرية التي عاش فيها. يقول: حارتي التي ولدت فيها وعشت أحلام أحلى أيام طفولتي، منطقة الجبوبة بمحافظة مأرب، كنا نخرج نلعب بين الأبراج ونراجم الزجاج حق بيت الجيران، كنا نضغط الجرس حق ناطحات السحاب ونهرب، وأيام العيد كنا نخرج نبترع على الشواطئ. طبعا لا ننسى الصورة القديمة قبل 11 فبراير، ممكن كل واحد يورينا محافظته وشوارع مدينته وإن كان يجلس قبل ثورة فبراير. إذن هذه المدينة مدينة عمران التي كان يعيش فيها محمد الربع قبل ثورة 11 فبراير والمشاكل والدمار التي جلبته هذه الثورة. ماجد السامي علق قال: الله ما أحلاها من أيام برج شمسان في حوض الأشراف بعد اختبارات الثانوية ثالث ثانوي، ويرفق تعليقه بهذه الصورة من إحدى ناطحات السحاب حول العالم وكأنها كانت في أحد مدن اليمن. وهذه صورة أخرى يقول: الحي اللي أعمل فيه قبل ثورة فبراير، هذه الصورة من إحدى أو من النت أخذها صاحبها، وهذه صورة أيضا في إحدى التعليقات وكأنه كان يعيش فيها قبل ثورة 11 فبراير قبل أن تجرب هذه الثورة الدمار. هذه جامعة صنعاء أيضا على أساس أنها جامعة صنعاء يرفقها صاحبها، وكأن الحياة في اليمن قبل ثورة 11 فبراير كانت جنة، والبنى التحتية قوية جدا
ومتكاملة من جامعات وطرق ومطارات، وكأن ناطحة السحاب كان موجودة في كل المدن اليمنية، في ريمة وفي صنعاء ودمار وإب والحديدة وعدن وغيرها. انظروا إلى هذه الصور التي يرفقها أصحابها كنوع من السخرية، يقولون هكذا كانت بلادنا قبل نكبة فبراير، وهي رسالة وسخرية ممن يقول عن ثورة فبراير: أنتم السبب في جلب الخراب والدمار لليمن، وأننا كنا نعيش في رغد العيش في أيام علي عبد الله صالح. إذن بعد استعراض كل هذه المشاركات على الفيسبوك، دعونا نذهب في فاصل قصير وبعد نعود، ابقوا معنا. تعليقات على الفيسبوك بين مؤيد ومعارض للحادي عشر من فبراير، فمن أحمد اليمني الذي يقول نكبة فبراير، إلى العزي نعمان الذي يقول فبراير انتصار لكل اليمنيين. تعالوا مشاهدين الآن أعزائنا لنقرأ تغريدات على تويتر. صادق أحمد يقول: ثرنا في الحادي عشر من فبراير من أجل إنهاء تقديس البشر، إنهاء حكم التوريث والعائلة والأقارب، إنهاء الفساد والمحسوبية والوساطات، إنهاء سرقة ونهب ثروات الوطن من أجل دولة مدنية، دولة تنهض باليمن اقتصاديا وعسكريا وسياسيا، دولة من الشعب وللشعب لا لأسرة بعينها. وإلى غيرها من ألفة دبعي، هي أيضا كتبت وقالت: في الذكرى التاسعة لثورة فبراير، الثورة ليست ذكريات لماضي بل إدراك للحاضر وتحدياته، وبهذه المناسبة علينا أن نتذكر أن الالتزام الحقيقي بمخرجات الحوار الوطني في بناء مؤسسات الدولة في المناطق المحررة ومحاربة الفساد وتقديم نموذج لدولة المدنية والحقوق والحريات والالتزام بالنظام والقانون وتوحيد مواقف كافة مكونات الشرعية هو الرهان الحقيقي والطريق الوحيد لإنهاء الانقلاب على التوافق الوطني والانتصار عليه وقيام مشروع اليمن الاتحادي. الآن نتوجه إلى السبيان الذي وضعناه على مشاهدينا على اليوتيوب، وقلنا في هذا السبيان عن موضوع الحلقة بالتأكيد: برأيك ما أهم إنجاز لثورة الحادي عشر من فبراير؟ كانت النسبة الأكبر للذين صوتوا على هذه الخيارات تقول إسقاط مشروع تمديد وتوريث، بعدها جاء خيار خلق وعي سياسي وثقافي واجتماعي لدى الشعب، وبعد ذلك إلغاء مركزية السلطة والتأسيس لدولة فيدرالية، وبعد ذلك فتح المجال للشراكة الوطنية في صناعة القرار. وبالتأكيد من بين المصوتين يوافقون كليا على أن هذه الأهداف سواء تم تحقيقها أو يجب أن يتم تحقيقها في هذه ثورة 11 فبراير. إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم التي تناولنا فيها ذكرى التاسعة لثورة الحادي عشر من فبراير، وجدد التهنئة لعموم الشعب اليمني بهذه الذكرى، وإلى اللقاء.